شو اسم أو شو الاسم اولا؟ اسم العيلة ولا شعبان عبد الله؟ شو اسم العيلة؟ العياسة. العياسة. والحجة؟ الحجة برضه العياسة. شو اسمك؟ جميلة. جميلة؟ عبد الرحمن العياسة. انتوا جوزتوا هون ولا جوزتوا ب؟ لا برا. برا؟ اها، وهذا الجامع متذكره يا حاج؟ طبعا 100%، صليت فيه. صليت فيه؟ والدار اللي قبالنا هناك اللي قبال الجامع هذه كانت للمختار. كل البلد مهدمة ما عدا هي. هي والمدرسة والجامع. مظبوط. في دار بنوا عليها يعني اخفوها. اها. دار مين تعرفها؟ بعرفها. دار واحد بكل حسين عبد الخالق. وانت بتعرف داركم وين؟ محلها تقريبا وين كانت بالنسبة للجامع داركم؟ كانت بعيدة عنه 200 متر. لأي جهة؟ أشر عليها وين؟ الشمال الشرقي. وين هي؟ أشر عليها. حيث. في المنطقة هاي. في المنطقة هاي كانت داركم؟ وأنا دار أبوي هانت. يعني لو صح لي ألف مظبوط بطلعها بالصان. الحين كان بنت هاي بوريكي مطرحها. إيش هي دار أبوكي وين؟ دار أبوي هي تحت يمكن 100 متر بس منها. واليوم انت ساكنين بالدهاشي؟ هنا كان في بلحة، كان في بير، وهذه بكت كلها مكسور نظيف. بلاط كان. بكت بلاط حجر. بلاط عند الجامع. انتم من الناس اللي طلعوا بال48 ولا بعد؟ لا من 48. 48. انه البلد تهجرت على مراحل. مظبوط. انا رحلت أول مرة ورجعت ورحلت ثاني مرة. بالواحد وخمسين. وهذه محل البيت. أنا هي بكت دار محمود أخوي. بكى أبوي مدني لي أحسن ما رحلنا. اتجوز وبناها عمي ديب الله يرحمه أبو مريم. خالتي شو اسم ابوها عشان شو اسم صاحب البيت؟ عبد الرحمن عود الخطيب. ايوه. وهذا البيت اي سنه ولد عمي؟ اي سنه بنى؟ 1945. نحن رديته علي وجيت. ويلي علي يا حصلتي ضيحه. الله يبارك. اي سنه بنى؟ 45. وهذا السياج بك صبر وهان كلها هذه نظرهم كلها ورا بكت حشو رجال اليوم طرق صائرة كل الدنيا طرق يبارك هذا قبل 10 سنين مكانش لا ما كاش هذا ولا هذا بدار بك. أما هذا اللي بك شو اسمه بكاش.